قريبة كانت، ولكن المتألق على دوام ديفيد رايا يبغي كرة عرضية أخرى لسبيرس، خطيرة، جول. ديفيد رايا من جديد يبتات لأرسنال، تيمبر، عرضية خطيرة، انطلق، هرب، فرصة جول. فيكاريو من جديد، 18 دقيقة تألق فيها الحارسين، 18 أرضية خطيرة راسية، الله، وإن تألق ديفيد رايا فلدى توتنهام، هناك فيكاريو الذي يتألق والذي يتصدى عند حارس المرمى رايا. هناك خطأ وهناك بطاقة باللون الأصفر لتيمبر، والأمور هنا تتوتر كما في الموسم الماضي، ركنية تنفذ، راسية هنا لم تأتي، التصدي كذلك لم يأتي، بل الكرة مضت في طريق جونسون، في مرور جونسون، في كرة، في تسجيل، بينما كولوسيفسكي إلى جونسون، ضاعت تروسار، بقى وحيدا أمام ثلاثة لاعبين. هنا انقضت توتنهام على الكرة، بيدرو بورو، عرضية ترسل، الراسية، جونسون تقدم، جونسون في كرة عرضية، لكن جابرييل هو من غطى في اللحظة الأخيرة، أبعدها إلى خارج الملعب. رويو، بوكايو من بوكايو، ترسل عالية، راسية، وهدف أول، الهدف الأول، نعم، لندن حمراء، هكذا يقول جابرييل، شرارة ديربي أشعلها مدفع هنا أرسنال عن طريق المدافع، ما لم يفعله المهاجمون فعله البرازيلي، جابرييل، أول أهداف في اللقاء، فرصة، لكن هنا فرصة تأتي، تصويب، فرصة تأتي، أوه.